معمول ألف طازة وجديد يا معمول، تنتين بشكل يا معمول، تنتين بشكل يا معمول. هاي واخوت يومنا عشان نصرف، شايفة؟ ها هاي 10 20 30 34 شيكل، بدنا أقل شيء 10 شيكل مية حلوة، بدنا 5 شيكل مية مالحة، بدنا نجيب 1000 لتر عشان 60 شيكل بدنا 1000 حق لي 1000، في 60 شيكل هنا حق المية. تنتين بشكل يا معمول، أنا بدي المعمول السخن. أنا هنا باجي أنا وأخويا كل يوم هنا على مستشفى المعمداني عشان نبيع الكعك، يعني إحنا إلنا هنا في الحرب 8 أشهر. يعني إحنا أنا في اليوم ببيع من 200 ل 300 كعكة. بنعملنا 50 60 شيكل يعني نقدر ناكل في اليوم. إحنا يعني في اليوم إحنا بدنا بس 3 كيلو طحين يعني في اليوم. أنا أمي اللي بتشتغله يعني أخواتي بيساعدوها، واحدة بتصفط معاها، واحدة بتطلع القالب، واحدة بنولوها هيك وبيساعدوها فيها. إيش مصروفنا يوم شيكل؟ شو بدنا نشتري فيه؟ حبتين معمول؟ زهقناه المعمول طول الحرب وإحنا بناكل منه، زهقناه، بدنا ناكل حاجات، بدنا شوكولاتات، بدنا بسكوتات. تنتين بشكل يا معمول، إلا بده المعمول السخن تنتين بشكل.